الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. حديث دوم الأربعين كإمام النووي فرمي رواه مسلم يكفي في القبول. هذا هو بس كم مسلم بيان بخاري بيت كافية، لكن من حيث التخريج هو يسفاد اليقين. الحديث رواه أحمد في المسند، ورواه مسلم كما قال المؤلف، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي في البعث والنشور وفي السنن الكبرى والصغرى، وابن الأعرابي في المعجم، والبيهقي في شعب الإيمان وفي الاعتقاد، وابن مند في الإيمان، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والفريابي في كتاب القدر، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة وصلاة الوتر، وابن بشران في الأماني عن ابن عباس، أواني ترخين مواع عن عمر عن ابن عباس، والبيهقي في القضاء والقدر وفي الأربعون الصغرى، والآجري في الشريعة وفي الأربعون حديثا، والفسوي في الأربعين والفسوي في الأربعون، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الله بن أحمد في السنة، وابن بطة في الإبانة، والبخاري في خلق أفعال العباد، وأبو بكر بن الخلال في السنة، وابن أبي عاصم في السنة، ونعيم بن حماد في الفتن، وابن أبي حاتم في التفسير.
وأبو نعيم في حلية الأولياء، والعقيلي في الضعفاء الكبير، والبيهقي في دلائل النبوة، وإسحاق بن راهويه في مسنده، والروياني وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين، عن جرير بن عبد الله، أما عن جرير، والطحاوي في مشكل الآثار عن أبي هريرة، والطبراني في مسند الشاميين عن ابن عمر أيضا، وأبو عوانة والطيالسي وابن السكن والبغوي في شرح السنة، وأبو حنيفة عن ابن عمر، أم حديثة لعمر و لابن عمر و لابن عباس و لجرير و لأمان و روايات تلاوة. أويك لابن عمر وزور جاري بينين لكتب كان ولعمر الشوى جارك ابن عمر لخوي أخوي لفي غنبري قاوة صلى الله عليه وسلم روايتك وجاركش لعمر ولفي غنبري قاوة صلى الله عليه وسلم روايتك صحيح لو موضوع أويك لعمر ويا ولو ذكريناك شيخ أحمد محمد شاكر تحقيقي أويك دوا أو حديث كان ابن عمر يشل في غنبري قاوة صلى الله عليه وسلم هركي ويا لعمر ويا معنى حديثك أويك عمر قائد راسي بفرمي إيما جاريكا دانشت بنا في غنبري قاوة صلى الله عليه وسلم روجك لروجان لفر كسيك بدر كود كسيك رجل شديد بياض الثياب وشاكي كالوفليكي سبيل برغو زور سبي قجيكي زور رشي هبو هيج آسواري سفر ماندو يتي في وديار نبو ولا يعرفه منا أحد كسل إيمج ميد ناسي تاوكو هات نزيكي في غنبر صلى الله عليه وسلم نزيكي في غنبر دانش أجنوكاني لكان بأجنوكاني في غنبر صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه هدو لفي دستي نابسر واني في غنبره صلى الله عليه وسلم نكراني خوي لهندك رواياتها محتملة أو شبريتها قلام هندك رواياتها تون تفسيريا كدوا ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام أي محمد وكوابي كسيكك في غنبر صلى الله عليه وسلم ناناسر يعني دولة وهاتوا يعني كم جالب السيركة بو أوي خلقي فاستبينك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إسلام بريتي لتوحيد توحيد رب العالمين توحيد المرسل توحيد الله وأن محمدا رسول الله توحيد المرسل أم إسلام أم دوشتير أم إسلام عظيمة توحيد رب العالمين وتوحيد اتباع الرياجين هيش كسبويني الرغي هيش كسيكي تبقري تبرغي في غنبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة جوان جوان يشركان با همو أركان وشروط واجبات وبيوك خوي أنجام بدي وتؤتي الزكاة زكاة مالك بدي سامانك بدي وتصوم رمضان وتحج البيت ورجوي رمضان مانجي رمضان بقريت وحجي مالي فابكي إن استطعت إليه سبيلا أقل تعناه أبو أول تفاصيل باذكرت هذا صدقت وتي راستك أو هايا إيه مستر منصور ما فعجبنا له يسأله ويصدقه أو كسيك عادة فرسيارك نزانا أو إيك جواب ذاتوا زانايا لأن فرسياري جكا لواية لراستك واية علم فيه فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان هوالم في بدات يمجي أن الإيمان إيمان شيء قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أركان إيمان بباسكت قال صدقت صدقت واية فعلا قال فأخبرني عن الإحسان إحسان شاك كاريب إخلاص شيء قال أن تعبد الله كأنك تراه
تو كاتك اخوا فلسطين واخوا فلسطكا ادبيني اي بيني بلان اجتوش او نبيني او تو دبيني تو اجر اجاد لخود بو او كواي اخوات بيني بيت يعني اجر غافل نبوي وكواي اخوات بيني بيت بس اجر غافل يجبي او تو دبيني كاتك افرمي فان لم تكن تراه فانه يراه يعني في حين الغفله. قال فأخبرني عن الساعة حوالاً في ابن الباري قيامة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أو إيكا فرساري لدى كريمة وسيخويتي صلى الله عليه وسلم قال من نتو شهر زاترنين من نتو علم زاتر فينية يعني هي جل لسلو موضوعين عزم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها يعني عن علاماتها حوالا في بدأ أقر حقيقة ساعة معلومية لايتو علاماتي بشي أبزان من قيامة كيديد. قال أن تلد الأمة ربتها كاتك كأما جارية ببيت قولة بسر شيوا بسر سيدة كيوا بسر قولة كيوا جامت شن معناه شي هيا نشرح كدينا سريع. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ببيني زمانيك بيت نشانيك لنشانة كان قيامة ببيني زمانيك بيت كسي بيبتي أمعنى همي كناين السر كسي رشوروت فقير كي يجنبو أو أن دول دولا من ببن فخرو تطاول كان فخرو شانازيف كان بشيوة ومال سامان دنيا وبنايا. وأن ترى الحفاة العراة العراة يعني روت بفاد يعني فيفتي العالة يعني الفقراء العالة جمع عائلة عائل والفقير عالة جمع جمع العائلة عائلة يعني الفقير رعاء جمع راعية رعاء بمشي ويبقى همزة جمع كرعاء بهمزة ورعاة للغة رعاة جاتوا جمع راعي هذا رعاء الشاء شاء جمع شاتة كسيك شواني هندك مرمالات عادة كسيك خريج مرمالات بيت أو بارو سامانو شتينية عادة غالبا كسيك شوان بوا راعي بوا يتطاولون في البنيان زمانية دي أمانة خلقاني غذن فخر شانزي أكن لا مالو بنايو كوشكو ثلاث. ثم انطلق دوائي درشو أمبرسياراني كرنو درشو فلبثت ملي عندك كات ماموا عندك كاتي زور ماموا لين دياري نكرا فلبثت ملي زور كات ماموا دوائي بيغنبري صلى الله عليه وسلم حوالي بيدا متي يا عمر أتدري من السائل أزاني أو شيء أبوك بسيارك قلت الله ورسوله أعلم وكو أدرك ونشي زانيوا شكا في غنبري صلى الله عليه وسلم خوشي نيزانيوا قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أو جبريل هاتوا كعلم في غنبري صلى الله عليه وسلم نيزانيوا شكا خلقي بد لروايات لهاتوا خلقي بدوانا أن يريد أمزان كيف بقرنا وكسيا كاو برسياري كد على النماوة على وجبريل شلك بس لو الصورة جبريل ناسي لچندين صورة جبريل أحد ولا بيغنبري صلى الله عليه وسلم أي ناسي طبعا لو الصورة نيد ناسي فإنه لو الشوازة نيد ناسي فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يعني أمور دينكم يعني قواعد دينكم نهات وجبريل هم التفصيلات هم التفصيلات باسكا أما جيكيكا بلغيكا لبلغكاني قاعدي يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب شنك جبريل هاتوا هند يشتي باس كدوا قواعد بتفصيلها مشتكي باس نكدوا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب أتاكم يعلمكم دينكم فلبثت مليا ليرك وهات ولا مسلم فلا إمام أبو داود وإمام نسائي فلبثت ثلاثا فلبثت ثلاثا يعني سيروش ما موا
دوای سيروش پیغمبری فاصل الله عليه وسلم حوالي بعمر داو فلبثت ثلاثا لا لي امام ترمذي بعد ثلاثة أيام بالتصريح دوای سيروش أم رواياتنا كباسم كير فلبثت ثلاثا لا أبو داود ولا نسائي ولا ترمذي بعد ثلاثة أيام مخالفا يا معارضا من حيث الظاهر جناح لحقي خد تعارضنا للقرآن هي ولا للسنة صحيح هي مخالفا من حيث الظاهر بو حديث إمام مسلم كأبو هريرة رواية كاب لا كتاي حديث كافر منه ثم أدبر الرجل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل أو كسيمبو بجير نو بزان كيبو فأخذوا يردونه وشون بو أو يبيد وزنو بجير نو فلم يروا شيئا أبي نمتزنماو فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل تماشا يكسر بدواي دار روشتو وتويتي بيد وزنو أو كسيع يعني تأخير نبو وسير روش الله ما حد ثاني كبون باز كذن لأبو داود ولا نسائي ولا ترمذي ندواي سير روش هوالي بعمر داو أما أقر كسك هوا با سادي تماشيك هوا أزانيت تعارض لبيني رواية كان بلام إمام نووي رحمة الله به جمع لنيوان أمانة أكاد أفرمي فيمكن أدبا الله يمكن ممكن واجمع مكرد فيمكن الجمع بينهما بأن عمر رضي الله عنه لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحال بل كان قد قام من المجلس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال وأخبر عمر بعد إذ لم يكن حاضر عند إخبار الباقين لو كاتيك هوالي داوة فهندك لو أنيك لمجلسك بنا عمر لبي حاضر نبوة كدواي مجلسك جبريل رشتوا هل صاوة لبي نبوة هوالك ببيني أبغى جبريل بل كون دواي سيروج كفي غنبري صلى الله عليه وسلم أبيني هوالي في أداد بوشيوا ما من نووي جمع لنيوان أمر رواياتنا دا كدوة ابن دقيق رحمة خالد بفرمي هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة أم حديث حديثك مزنا أبيني هم وظيفاني هي جوارحا بأشكلها كرين لا نوجو روجو أوانيتر باسكدوا وأوانشي باطنة أوانشي باسكدوا الظاهرة بو إسلام الباطنة بو الإيمان والإخلاص والإحسان وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة هم علوم الشريعة وكو أصول كان يقرأته بواء حديثا وهمش لما نوست شاوى أقريت لبروا أم حديثا علم السنة جمع كذوا يعني أصل لعلم السنة فهو كالأم للسنة وكو سرشاو دايشي علوم السنة أحاديثة كما سميت الفاتحة أم القرآن كاتك با فاتحة وتري أم القرآن يعني همو معنى كان قرآن لنا وفاتحة دا كوبنا همو معنى كان أحاديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم لنا وحديث جبريل كوبيتوا لما تضمنته من جمعها معاني القرآن وفيه دليل الحديثات كان فائديك تيايا فيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك يعني كسكا سرداني زانايانكا يان كاو شاكانكا يان بادشايانكا سرداني شونيشي وها أكاد كانوا فلق لبركاش شايستي مجلسك بها شوك في غنبري صلى الله عليه وسلم كاتك لو مجلس دانش تبو جبريل هاتو بولاي فشاكي كيس في فاكي لبربوا هيج شوينواري سفر في سيتي خلافي في وديار نبوا
فإن جبريل أتى معلما للناس بحاله ومقاله كاتب وأوير لك أندرس شتات كجبريل أتوا على ونبوة هاتوا بزماني قال يعني قول بزماني حال بباركي خوشك فرشاكي كسبيل بربوة هاتوا خلقي تيجيني كأمام مجلس زانايانا أمام مجلس أمراء عظماء فضلاء وبيوشاكا و أم أسلوبيك جبريل بكاري هناوة أسلوبيك ترى لفير كذن يعني يكي كتلو درسانيك لفير كذن هيا فير كذن ودين قاندن وسود بخل قاندن هر أوانيا كسي سبكا وخلق جبريل نا برسيار كذنيش أسلوبيك ترى خلق يقليت برسيارك بووي أميتر إسفادك زور جاركسك برسيارك ما بسي خوين ما بسي كسي كتيرة بويا أمشي كتيرة درسنا فيه تغيير أساليب التعليم وعدم التجميد على أسلوب واحد فيؤدي إلى ملل سامعيه يعني أجل هميشة كسي قصبك أو بس خلق يبغري خلق وشي ملل ابن وشي بتعقتي ابن ناراحتي ابن بويا بيويستا شي بكريد أسلوب كان ورانكاري بسلا بيت بوي خلشي بتعقدنا بالنوس لبنان، وقازنجي كتير فائدة كتير دليل كتير إتيايا كا ملائكة تواناي خو غورينيان بيدراوا، أتوانم بس نسر شوازي غيري خويان، لسر شوازي إنسانا خويان بنوينن، أبيني جبريل كا يكيك الملائكة زور جورا كان، شو تسر شوازي إنسانة، بتشوف بوتوا. كجبريل ملائكيك زور قوليا شصد باليها ملائكيك سد بين الأفق نيوان أرزو آسمان جاريك بنيوة البيغمبر صلى الله عليه وسلم كلا نيوان زوير بو آسمان أو في يتر أفق أو أن دقو ربوا بلان شو تسر شوازي إنسانك وكو باقي إنسانا كانتر هاتوة مجلسي إنسانا كانوا ليه لما سأليك زور جار أهل بدعاء ورجينا آية جبريل حقيقتك قراوة لحقيقة نوراني ملكي بوتا طيني بشري نا عندك الأهل بدعالن حقيقتك قراوة عندك الأهل هنديش قراوة هنديش ماوة المهم أن أنواع أقوالها بلان غير راسي بحقيقة خوشي لدزنا لا بلان بوتوكو إنسانك ديارة بوتوكو إنسانك يبيني بلان حقيقة خوشي ماوة أوش تشكله وهل وهايك كتلو درساني كلام حديثها يا آداب مجلس بتايبت حلق علم لكانت يكالا لدرس علم دانشي نزيك لا علماء دانشي بو أقر لمجلسي علماء دانشت أقر بون منك كسيك لوي دانشت كسي كتل لوي دانشت كسي كتل لوي دانشت أو كاتا أبيني خوي سودور ناقله وأوش كقسكاء كات أبيني ناتواني توشي بطاقتي أبي ناتواني أوي كفيتي بيغاني بويا نزيبونوا لكسكا كا مدرسة كسكا مفتية كسكا علمي كفية نزيبونوا إكيكا لآدابكا لم حديثوا والقراوة حتى يأخذ العلم بدقة وتثبت من أفواه بدقة وتثبت من أفواه العلماء وقوله لشرحك لا يرى عليه أثر السفر المشهور ضم الياء يعني لا يرى من يرى لا رؤية لفعل مضارع يرى مبنيا لما لم يسمى فاعله يعني مبني للمجهول يرى ورواه بعضهم بالنون المفتوحة لا نرى لا نرى عليه أثر السفر لا يرى عليه أثر السفر أثر نائب فاعله برام لا نرى عليه أثر السفر مفعول به وكلاهما صحيح هذا كتابه وقوله ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد قلت يا محمد نيود يا رسول الله مع العلم لهمو قرآنا يا محمد نهته
بلام خلقي لا أولي إسلام وصحابة يعني يا محمد هندك بتابد أعراض يعني يا محمد دعي أو حكمها وجيرة أبي بيا محمد بان نكرد بيا نبي الله يا رسول الله وهل لفظك لو أنا بيت هندك العلماء هاتون ألين أما درسي كتيايا فيه جواز نداء الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بلاموانية شون كما فيش نهيك لكن هذا كان قبل النهي عن ذلك يان أما شاذة بوشي أبو أوين ناسرد أما أصحابي خويتي بو إيواب زانري أما كسيكي دورا هاتوا أيوه فيربت أجر كسي بيت وكو كسي كي شارزاق سنقل في غنبرة صلى الله عليه وسلم درك به بوي وكو كسي كي ندون ناس وكو كسي كي دور هاتوا يا محمد بوي كأنه من تعظمه فرسيار مهيو بوي جواب دلتوا المهم دلالي جوازي تيانية بهردو احتمالك دلالي جوازي تيانية ونادي كسبي كثب هكذا هو المشهور وقال يا محمد هكذا هو المشهور ما بسي ووضع كفيه أما كاتي عليه هكذا هو المشهور لك ما بسي محمدك يا ما بسي ووضع كفيه على فخذيه هكذا هو المشهور في الروايات وإمام دارقطني شرواله وكذا رواه الدارقطني بلان لا محدثين تير وعند البيهقي في السنن الصغير والمدخل إلى السنن لو دكتب ووضع كفيه على فخذيه بشوال ثلاثة حتى ورك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة آتوت النزيك في غنبر صلى الله عليه وسلم بالتورك تورك الزانن قاش تخيط الجيروة وكتون تشهد دانش كما يجلس أحدنا في الصلاة لبيهقي لسنن الصغير والمدخل إلى السنن بوش وهاتوا ووضع كفيه على فخذيه ورواه النسائي بمعناه وقال فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فأبوها المجمل هاتوا لم رواياتنا بم مفسرة بم رواية مفسرين نسائي تفسيرك لي وغير نسائي شرواها أتوى فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع الاحتمال مجمل احتمالي كان معناه كتابه هرشتك احتمالي كان معناه كتابه أو مجمل بلان فارتفع أو معناه أو احتمال نما الذي في لفظ كتاب مسلم فإنه قال فيه فوضع كفيه على فخذي وهو محتمل وهو محتمل وقد استفيد من هذا الحديث أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة وشرعا لم حديثوا إسفادي أوشمن دسكوتوا كإسلام شتيكا وإيمان شتيكا من حيث هو هريك كان باعتبار خدي خوي شتيكا إسلام شتيكا إيمان شتيكا فلان هندك جال لجاتي يكتر بكار دهين رين كابو فرخي لنيوان أويكا هندك جال إسلام بإيمان تفسير كي يعني إيمان بإسلام تفسير كي أول توسعة يعني استعمالة بلان إسلام خوي شتيكا إيمانش خوي شتيكا أجر شيء أجر بيك وات أبي ندم حديثا بيك واتو يعني كلما اجتمع كلما تفرقا أجر بيك وات دو معنى جوازا فلا ما جب تاك تاك هات احتمل أميش احتمالي أميها أميش احتمالي أميها لغة وشرعا لروي زماني شوا إسلام شتك إيمان شتك لروي شرعي شوا معنى كان جوازا من حيث الحقيقة وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة لزمانا أما أصلا يعني أيوه بلغ
لأصل زمان ترادف نية مترادفات نية هل كلمة يقبو معنى يبدأ عن ريد الألفاظ قوالب المعاني هل لفظك دان لا بولمنا وجبا يعني ثبت يكي لمعنى كانت ليه سقط بل فرضا يعني قطع لروي زمان وفرض يعني قطع واجب يعني شيء ثابت ولم لاستعمال لا علماء علماء أصول أبيني واجب ثابت عند جمهور العلماء أحناف نبي واجب والثابت يكشف بلا وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة وقد يتوسع فيهما يعني يتوسع فيهما الشرع شرع توسعك هنديجات هنديك كلمة بوش المعنايك بكار أهنريت فيطلق أحدهما على الآخر على سبيل التجوز يعني المجاز قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه إنما تعجب من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته سلمان سرما تنك برسيالي جدك أشي زاني زانيني شرعي للايان تنها في غمبر ودي منهجي تلقي للايان في غمبر واتوا دين للايان في غمبر واتوا صلى الله عليه وسلم شون أما إزانت ما يسر سرمان وتعجب شتيك تعجبا أو ما خفي سببه ما خفي سببه أنت ولا فرقة ديوارك ببيني سرماني نعم ما خفي سببه فلم شتيك لفرقة استا ألم شنيك دانشوين دولا قد تن أجرك في كابجولة تعجبا خفي سببه بوشي أو يعني أم برسالي شكا لسر شوازي كسيكا كنزانا أيو يبزاني ظلام الله صدقت وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه أم كسف برسالك نما الناس سوى كفي غنبر صلى الله عليه وسلم يبيني بي وبيشبه في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم وينشي لي بيستبه تابزان تا سلمى سرنا منه ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق مصدق عن جبر سيار أكاد تحقيقي جأكاد ورواية فتعجب من ذلك قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه الإيمان بالله هو التصديق إيمان بدتيل التصديق في اللغة ليرا ما بس لغو شرعي جانك دوتواه شنك بشيويك مطلق ساكا هو التصديق بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال أبي باورد ببي بشي بويك الله سبحانه وتعالى ذاتي في موجودة ومتصفة بشي كمالك صفاتي جلال كمالي هي صفاتي قوريتي وتواويتي الجلال قوريتي الكمال ثوابتي منزه عن صفات النقص دور لهمو صفاتك كمكري وأنه واحد وهي تعالى تاكل تنهاية واحد حق صمد فرد خالق جميع المخلوقات الله سبحانه وتعالى خوايك تاكل تنهاية لهمو اشتكيا وجيقيدا حق باطلنيها وصمد يعني لا يحتاج إلى غيره لهيج شيكيا في مستيبة كسنية بل يحتاج إليه غيره همكسو هموشتيكي تربي بسبعها فرد خالق جميع المخلوقات متصرف فيما يشاء يفعل في ملكه ما يريد حد شيكي بيقوى تعالى بدستي أوى أي كاد والإيمان بالملائكة هو التصديق بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون باورون بملائكة بويك باورد بملائكة عبدي إخوان عبدي في باكي إخوان رزدي قراو مزيكا وبفرمان إخوة درناجا وبفرمان إخوة كالأكا نقوك فلاسفة
يعني عندك لأهل بدعة تفسير ملائكة القرآن والسنة كان با العقل هشو هيك ملائكة هذا قرآن السنة علينا ما في ما بس في عقله. والإيمان برسل الله هو أنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى. إيمان بلما في غنبران أويك باور بيتك أوان كسانش رازقوبون أويك فرمانيا في أكلا والرأي بقينا الرأي مقاندوا وأخوي تعالاش سري خستون بو معجزانك بوي رام كدون نادوني أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم وأنهم بلغوا عن الله رسالته همو أو بيامانه بيان هاتوا وكو خوي چون خوا بيوه سبحانه وتعالى قيان ديانا أجناء إمكانية خوا بيوه بيغنبريك لبيغنبريكان بشيوازي لشيوازيكان بيامك بقيني أو نيقيني او بریتیا بانگیل سر نقص برامر بخوا باید چون خواهی سویتی گاندویان و انهم بلغوا عن الله رسالاته و بیانوا للمکلفین ما امرهم الله به اوانی که تکلیفیان لسرا لمکلف لجن و انس همو پیامکیان فی اگین راول لان پیغمبران و انهم یجب احترامهم و ان لا يفرق بین احد منهم فی سر رزل همو پیغمبران بگرین وجياوازيج لنيوان هيتشك لفيغنبرانا نكد باور من بهر هميان هيك فيغنبران وكسانيك محترما رزدي جلاور والإيمان باليوم الآخري أبي باورش من بار رجي دوائي بيبم شوازا باور من رجي خيامت لرودانكي وأوش تيايا الولاد وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار باوربون بروداني قيامة بزندوبون والإعادة بعد الموت يعني البعث والحشر يعني الجمع جمع الناس في ساحة العرصات يوم القيامة والنشر نشر الكتب والحساب المحاسبة والميزان تلازوي كيشاني كردوكان والصراط أو كرديك بسر جهنم أرواد والجنة والنار وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين باورش من بوبيت ك جهنم بهشت دوم مالن دان راون بوفاداشتي چاكا كارو خرافكا الى غير ذلك مما صح من النقل لقرآن السنة دا هل ورد كاريك تفصيله لسر يوم الآخرة هاتبير بس ندي صحيح بباورون فيبير او باورون بآخرة. والإيمان بالقدر هو التصديق بما تقدم ذكره باورون بقدر ويا باور من بهمو أوانا لو تنبك مكان تراد به ما بس تيشيا يعني قال تعالى شو صفتك هي شو فعلك هي شو كدوا شو في غنبريك النار دوا شو رؤدا لا آخرة لا دنيا دا هاتشي قلوانا هي أوا أبي بزان بتقدير رب العالمين كلاو وحاصله ما دل عليه قوله تعالى كرتي قدر همي والله خلقكم وما تعملون وخالق ايوا مخلوقا كذا وكانت مش مخلوقه ختان كذا وكانت مخلوقه كابو تشير وادات بتقدير قرودا وقوله انا كل شيء خلقناه بقدر حموشتك من با تقدير باندازي خوي وعلمي فيش وقت ونسيني فيش وقت كذوة ونحو ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وهروها إيكي كثير لو بلغانا إيكي كثير لو معنانا كهاتوا لحديث ابن عباس ذاته واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجثت الصحف. حديثك زور عظيمة واعلم بزانا أجر أمتها مي نك أمتي إسلام يعني خلق همو أم أمتا أمتي إجابانية أمتي دعوة الناس كله
حموخل حمويخ حموخل كوبيتوا بو اوي شتيك قازانج بتو بغينن ناتوانن الا مقد خوانو سيبيتي اگر حموخل كوب نوا لسلوي زرر يك بتو بغينن ناتوانن الا مقد خوال ستوين مسيبه بو لبرم علا رفعت الاقلام حموشتك بالتقدير هاتشيد بو نسلابي لسرد نسلابي هلوي بورانكاري نيه رفعت الاقلام وجفت الصحف قال مكان هالجداون فراو كان مش بونتوا يعني شي تازه هيج مركبك شدنا مزه تقدير استئنافي نيه تازه نيه جديد نيه عموما لم حديثك امام احمد روايه كدوى في المسند والترمذي وصححه الالباني في صحيح سنن الترمذي والمشكات ورواه ابو اليعلى الموصلي في مسنده والطبراني في المعجم الكبير والدعاء كتاب كناية الدعاء والبيهقي في الاسماء والصفات وشعب الايمان وابن بطة في الإبانة في موضعين وابن السني في عمل اليوم والليلة والفريابي في كتاب القدر والحاكم في المستدرك وابن الجعد في مسنده وعبد بن حميد في مسنده والطبراني في الأوسط والقضاعي في مسند الشهاب وابن مند في التوحيد والآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان وفي حلية الأولياء أيضا والعقيلي في الضعفاء الكبير وهناد بن السري في الزهد وابن بشران في الأمالي وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة والخليلي في الإرشاد في معرفة علماء الحديث حديثك معروفة ما شاء الله لهم ومذهب السلف لشرحك وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حقا حرك سيبا وريبا أركان هبت أركان إيمان كان مؤمنا حقا سواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو اعتقادات جازمة براهين خويلة اعتقادات زياترة عن براهين قاطعة أو اعتقادات جازمة ولو كانت ظنية يعني غالب الظن وقوله في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره حاصله راجع إلى إتقان العبادات يعني بوشي ويخوى فرستيك أخوي تعالى أبينيت بينيني شاونية بينيني دلة ما بس كايا مخلص بي يعني أميك متصوفا نايانا الشهود يا يعني الشهادة يعني وكوابي خوابيني حاصله راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله ومراقبته واستحضار عظمته وجلالته حال العبادات لكاتي عبادات بشويك شاوديري عبادتك خود كي كتشية ورعاية حق خواب كي كخواي تعالى أبيني أينا أقرتوا لو حالوا دوخي خود كتيايا محسن مخلصي أخوان بيني أو لغفلتي شدابيت أخوات بيني ترسي يعني ترهيبي كتاب فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني شيء لحالتي استحضاري توب وبينيني أو هلد بيني من باب أولى بلان لكاتك غافل شيء زوزر بآقاي نازاني شيء أو هلد بيني قوله فأخبرني عن أماراتها بفتح الهمزة أمارة نك إمارة ما بس ليه ويا والأمارة العلامة يعني عن علاماتها
والأمة ها هنا، هكذا تنبيها وراك يشاني سرنجي توي أجناح وكافية هالبيوتاية والأمة هنا بزلي ها هنا للتنبيه. الأمة الجارية المستولدة بفتح، المستولدة اسم مفعولة ما بس جارية كامية، الأمة التي وطئها مالكها، الأمة التي وطئها مالكها فأتت بولد، يعني جارية دواي خواستني يعني دواي دسكوتني لشراء دواي خواستني فازبيني كردني كريني لشون يكوا بدسي كسي كوا يان قلتني لشردا من دالي شي ببيت او بيوتري الجارية المستولدة. اما همو جارية همو جارية بناوتي المستولدة، والأمة هنا الجارية المستولدة، وربتها سيدتها، ربتها سيدتها كلمة رب، رب بمعنى السيد. وجاء في رواية بعلها، لا لروايتك، لا روايتك كان كخوين ما ولا تخرجك يا ببعلها تو، يعني بعلها نك بعلها كان للسياقك بعلها. إذا ولدت الأمة بعلها صحيح مسلم دهاتوا صحيح مسلم لفظ للفظ كان صحيح مسلم. إذا ولدت الأمة بعلها حر خوشي تفسيري كدوا لا صحيح مسلم إمام مسلم الله أعلم قولي خويتي يا قولي كذا رواة الله يعني السراري، يعني السراري. إذا ولدت الأمة بعلها ديت دوي أوباسي كلمي رب من بوكات، عفوا بعل من بوكات. وقد روي أن أعرابيا سئل عن هذه الناقة قال أنا بعلها، أنا بعلها يعني أنا صاحبها، أنا بعلها لزمانها أتوال زماني عربي أم مقطعي كنقل كدوى. وقد روي أن أعرابيا سئل عن هذه الناقة أسيق لشونيك فرسياري كدوى وكلا صحاح جوهري لقاموس صحاح هاتوا الصحاح بالفتح والصحاح بالكسر هذك هاتوا أو لايش صحاح كما في الصحاح للجوهري. وقولهم من بعل هذه الناقة لزمان عرب وكان من بعل هذه الناقة أي من ربها وصاحبها كابو بعلها مجاري معنى صنمني يان وكو بعل بك يان بعلها مجارة بمعنى الزوج نية وكو خوي الله ويسمى الزوج بعلا. هندي جالج بعل بمعنى السيد يا الصاحب أي من ربها وصاحبها. أما استشهادي في لغوي بو الله إلا قاموس الصحاح دهاتوا بمعنى رب بمعنى السيد. وهو في الحديث ربتها يا ربتها بالتأنيث. واختلف في قوله أما معنى أن تلد الأمة ربتها شيا كان معنى وتلاوى أن تلد الأمة ربتها، فقيل المراد به أن يستولي المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسري بشد بشد رأك فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه، فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه. أما نشانيك أم حديثا نشانيك لا نشانكان قيامة شر الشور دروس بيلنيوان مسلمانان غير مسلمانان مسلمانان دسكوتيان لشركان كسركون بسر غير مسلمانان هنديك لو آفرة محاربانيك لشر بجداريكا دقيرين بأسير دكرين
سراري دكلينا السبية دكلينا جارية أوش دراسية لم زمانا زور قصيرة سدكلية هاتش الإيماء هنديك لو أحكاماني استخلفي بناو دين وإيكات بريء لي بلان جارية سبي سراري تسري حرهم إلى شرعة هيا وأجر عاقوتي بفكرية أو ما فبو أفرد نقزو من أفرد وإن شاء الله نشعني كابة تفصيل السلام على قصاك شر وشور كدروس به مسلمان دسكوتي أن شركان آفة محاربة كان جنقاورة كان كأيقرين نايجر نولا كافرة كان أي بني كان هاوسري خويان أوش ما فبوين ألوي كمن داليشان أبي آفة كخوي سبيية سرية من دالي شبه أو من دالي لبرو اللي بياويك بياوك حرة بلان دايكي شيا جارية ما بس أويك أو لقل أوا فرقه أم حرة أو حرنية حرنية وعلى هذا فيكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين على المشركين يكيق لعلامات أويك مسلمانان هندك ولاتي زور هندك شويني زور فدست بين دستيان كوي سركون مسر مشركة كان وكثرة الفتوح والتسري رزقال كدني ولاتاني إسلام وشوينة كان ودسكوت أفرتان كلا جنقاور نشرا دستكون وقيل معناه أما رأيك رأي دوام أن تفسد أحوال الناس بارد وخي خلق تيك بشير حتى يبيع السادة أمهات أولاده حندي خلق أوندا لبر نداري لبر هجاري لبر هاتشيك لو أنا كانت واني إداري جياني عائلة كيف يبداد دايش من دالكان يفرش أمهات أولادهم ويكثر ترددهن في أيدي المشترين وإلي بي أمك بيفرش بأوك أوك بيفرش بأوك بمشيوه فربما اشتراها ولدها ولا يشعر لو أشيت كري دايكك روجي لروجان دايكك بكر يتوا ببيت قوري دايشي خوي بوشي وبوب قوري دايشي خوي أن تلد الأمة ربتها يعني أمها بمشي بذلك ولا يشعر بذلك فعلى هذا الذي يكون من أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم بيعهن وإلي بيت أو أن جهلوا أو أن نفهمي بلاو بيتوا خلقي بشن دايكي من دالكاني خوان بفروشن خلقيش بنزاني خلق بكر نوا دعي در كيك دايكي خوان أمدو وقيل معناه أن يكثر العقوق في الأولاد يكي كثير ويا كخلاف كدن خلاف بون لقل دايكو باوكا زور ببيت فيعامل الولد أمه معاملة السير أمته من الإهانة والسب يعني روكش لقل دايكو باوكا ما ملي وخلاف كن وكوشون كسي كقوري كسي كترا إهاني أكاو جدسي أكاو جويني بيدا شرطي جنية جوين تنها بدايكو باوك خلاف دانو قصة كدن بودريد همو قصة خلاف بيوتنيك لزماني عربي جوين والعالة والعالة بتخفيف اللام نك العالة العالة بتخفيف اللام جمع عائل وهو الفقير وفي الحديث كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من تطوير البناء وتشييده لحديثك كراهته خلافي أو ما نبودرك بيك أجر في ويس البينب وما البرز كيتوا قاتك ودو قاتو شن قاتك خلافة مكروهة جاء مكروهك بمعنى التحريم الله أعلم أو بمعنى الكراهة الاصطلاحية الله أعلم بلام هل يكلوا على بيت وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا ما وضعه في هذا التراب لعند الروايات أتوى إلا في البناء إلا في البناء يعني
انسان آدمی زاد پاداش ادیت و له مشته که کل جیانی دنیا با خوی با مال من داری ایکا ایلا لبینا کردن دانه بی هم حدیث بام شیوات و بلام دعای با من در که اگر بینا کردن اویک پیویست لبینا کردن پیویست به لجور لدرگای لچیا هر بینای پیویست پیه به او اجریتیا اما زیاده لپیویست اجریتیانیا و چیا مكروها إما كراهة التحريم أو كراهة التنزيه أم حديث بم لفظا رواه البيهقي في السنن الكبرى ورواه البيهقي أيضا في شعب الإيمان عن خباب بن الأرد لشعب الإيمان دا محقق أو كتبا شعب الإيمان عبد العلي عبد الحميد حامد محقق كتبا كالي إسناده رجاله ثقات والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان من طريق يزيد بن موهب عن أبي معاوية به وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أبي خالد به ورواه هناد في الزهد عن أبي معاوية به أتى إرقسي محقق بو كذا قال المحقق بلا بوشي ووايوت لكن هل أو السندي بيهقي في شعب الإيمان إمام ذهبي أليد قال في الكاشف علي بن أحمد بن عبدان ليس بثقة لسندكي بيهقيا كسيكيا عند الذهبي ليس بثقة لكن حديثك أخوي حديثك صحيحة وأخرجه الحميدي إمام الحميدي شيخ البخاري رواية كدوة وأحمد والبخاري في الصحيح والأدب المفرد فلام لفظ كان ينجاوز وأبو نعيم في الحلية وابن ماجة وأورده الألباني في صحيح الجامع ورواه البزار في البحر الزخار وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة والشاشي في المسند والقضاعي في مسند الشهاب وابن أبي الدنيا في قصر الأمل يعني قصر الأمل وابن زبر الربعي وابن زبر الربعي في وصايا العلماء عند حضور الموت المهم حديثك حديثك الصحيحة يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا ما وضعه في هذا التراب ومات رسول الله داء وأثر كثير جناوة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع حجرا على حجر ولا لبنة على لبنة أي لم يشيد بناءه ولا طوله ولا تأنق فيه فمشي به ناوتي بلام ببيع ويبلغ حديثة كسر رواياتي كدواء ابن دقيق لكن كاتب ما دام إخبارا ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مردوا برديك نخت تسر برديك وبناء وخشتك نخت تسر خشتك وبناء وتبناء نكدوا ودريج نكدوا توا وجوان كاريشي لبناء دا نكدوا أم لفظا لم يضع حجر على حجر لنهج البلاغي شي عداهاته لكتب حديث أهل السنة نية لكتب أهل السنة نية بم لفظة إخبار الباري في غنبر صلى الله عليه وسلم أما بم لفظة ولم يضع حجرا على حجر ولا لبنة على لبنة وكو حديث في غنبر صلى الله عليه وسلم مرفوع نهاته بلام لنهج شرح نهج البلاغ هاته بم لفظة لا اعتبار له بلام لا عمر كري عبد العزيز وشن أثرك هاتوا كعمر كري عبد العزيز بوشي وبوا بناء نكدوا لكتب حديث ذا هاتوا تائر باشا بارك الله فيكم وصلى الله على